بالظبط. بس هو اهم واحد المدرب ده، راجل مع الاولاد كل يوم، هو اللي فعلا بيقوم بالدور. وبعدين بتطلع بعد كده رئيس منطقه، وبعدين تطلع لمدير وطني، وبعدين تطلع لرئيس برنامج، وبعدين مدير رئيس اقليمي، او مدير اقليمي الاول للرياضه من الرياضات، وبعدين رئيس اقليمي. تمام. يعني عبال ما توصل لي هكون نسيت يعني. لا لا خالص، بس حضرتك بس انا عايز انوه، وانت حضرتك معايا ده دلوقتي توقيت او خروج لاعبي النادي الاهلي من الملعب الفرعي في تونس بعد انتهاء اول مران للنادي الاهلي هناك في تونس استعدادا لمباراه العوده امام الترجي التونسي في اياب الدور النهائي ان شاء الله يوم الجمعه القادم. قدامنا في الصوره باتريس كارتيرون والجهاز المعاون واللاعبين بعد انتهاء اول تدريب رسمي لفريق النادي الاهلي. شايفين كمان قدام الحافله الخاصه والباص الخاص بفريق النادي الاهلي الشرطه التونسيه والقيادات الامنيه بالتاكيد تامين كامل لبعثه النادي الاهلي في تونس، في تنسيق كبير جدا بين الدولتين وعلى المستوى الرياضي كمان لخروج هذه المباراه بشكل مشرف، لانه في النهايه عرس عربي كبير جدا للقاره الافريقيه، مباراه بين الكبيرين الاهلي والترجي التونسي. نتمنى يا رب كمان يكون الجهاز الفني استفاد النهارده باول تدريب ليه، والجهاز الفني تعامل على انه كمان يسافر تونس قبل المباراه باربعه ايام عشان يحضر بشكل جيد، واللعيبه تدخل في الاجواء بشكل ممتاز قبل هذه المباراه الهامه جدا. طبيعي بعد انتهاء التدريب الاول الفريق خلاص اهو في هذه اللحظات عائد الى مقر الاقامه، بيستعد ان شاء الله ان احتمال يكون في استشفاء داخل فندق الاقامه، تناول وجبه العشاء، البروجرام بقى الخاص والبرنامج الخاص بالفريق هيتم تحضيره بعد هذا التدريب من قبل الجهاز الفني مع الجهاز الاداري عشان يحضروا الايام القادمه مواعيد الفطار والغداء والعشاء ومواعيد التدريبات والاماكن اللي هيبقى يتدرب فيها الفريق، وكمان جزئيه مهمه المحاضرات الرئيسيه والمحاضرات النظريه اللي هيعقدها الجهاز الفني.